سارعين للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني، قد عشت فخر المسلم، عاش الملك للعلم والوطن. في اليوم الخامس من شهر شوال لعام 1319 من الهجرة، الموافق 15 من شهر يناير لعام 1902، تمكن الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل آل سعود من استرداد الرياض، ويعد هذا الحدث التاريخي نقطة تحول كبير في تاريخ المنطقة، نظراً لما أدى إليه من قيام دولة سعودية حديثة تمكنت من توحيد معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية وتحقيق إنجازات حضارية واسعة في شتى المجالات. وشهد يوم 17 من شهر جمادى الأولى لعام 1351 هجرية، الموافق 19 من شهر سبتمبر لعام 1332 ميلادية، صدور أمر ملكي أعلن فيه توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 من شهر جمادى الأولى لعام 1351 هجرية، الموافق 23 من شهر سبتمبر لعام 1932 ميلادية، الأول من الميزان. وتوج هذا الإعلان جهود الملك عبد العزيز الرامية إلى توحيد البلاد وتأسيس دولة راسخة تقوم على تطبيق أحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة. كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة، فيجب علينا التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاتفاق والاتحاد على ذلك، نسأل الله التوفيق. وحدد بعد ذلك الأول من الميزان الموافق 23 من شهر سبتمبر من كل عام ليصبح يوما وطنيا للمملكة العربية السعودية. مهد الرسالة قبلة الأوطان، شاعت من الحرمين أنوار الهدى، فاستيقظ الإسلام في الأكوان، شاعت من الحرمين أنوار الهدى، فاستيقظ الإسلام في الأكوان. هلت على الدنيا تباشير المنى، امتدت يد الإحسان. إنني قد شاء الله أن نحمل الأمانة العظمى أتوجه إليه سبحانه مبتهلا يمدني بعونه وتوفيقه، وأسأله أن يرينا الحق حقا وأن يرزق اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزق اجتنابه، وسنظل بحول الله وقوته متمسكين بالنهج القويم الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز رحمه الله وعلى يد أبنائه من بعده رحمه الله، ولن نحيد أبدا ودستورنا وكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، إن أمة العربية الإسلامية أحوج ما تكون اليوم إلى وحدتها وتضامنها، وسنواصل في هذه البلاد إن شرفنا الله من اختارها منطقة لرسالته وكبت المسلمين مسيرتنا في الأخذ بكل ما من شأنه.
عدد الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا وتديم تعاليم دين الإسلام الحنيف هي ارتضاها المولانا ولي السلام والرحمة والوسطية والاعتدال. والله عسى أن يوفقني لخدمة شعبنا العزيز وتحقيق آماله وأن يحفظ بلادنا وأمتنا الأمن والاستقرار وأن يحميها من كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكه وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص. يهمك لا يهمك يا وطننا، كلنا ضد الفتن والعنصرية، السعوديين لك منا ومنا، بالثياب وبالبدال العسكري، من شمال المملكة حتى يمنا، شرقها مع غربها أفراد وسرية، شرقها مع غربها أفراد وسرية، دون أمن بلادنا السيف يداحنا، من نحوره للضلال الفارسية، غسلوا مخ وجانا ممتحنا، إرهابيين مفلس بهادي ودي، من يخون أمه وأبوه وابن أهلنا، ما لهم إلا ودين ومذهبية، ما لهم إلا ودين ومذهبية، ومن تفجر لا حاشا ما هو بمنا، الوطن من هيت برا والسمي، من تفجر لا حاشا ما هو بمنا، الوطن من هيت برا والسمية، ومن تفجر لا حاشا ما هو بمنا، الوطن من هيت برا والسمية، الوطن من هيت برا والسمية، لا يهمك لا يهمك لا يهمك يا وطننا، كلنا ضد الفتن والعنصرية، السعوديين لك منا ومنا، بالثياب وبالبدال العسكري، من شمال المملكة حتى يمنا، شرقها مع غربها أفراد وسرية، شرقها مع غربها أفراد وسرية، دون أمن بلادنا السيف يداحنا، من نحوره للضلال الفارسية، غسلوا مخه وجانا نمتحنا، إرهابيين مفلس بهادي ودي، من يخون أمه وأبوه ومن أهلنا، ما لهم إلا ودين ومذهبية، ما لهم إلا ودين ومذهبية، ومن تفجر لا حاشا ما هو بمنا، الوطن من هيت برا والسمي، من تفجر لا حاشا ما هو بمنا، الوطن من هيت برا والسمية، ومن تفجر لا حاشا ما هو بمنا، الوطن من هيت برا والسمية، الوطن من هيت برا والسمية، الوطن من هيت برا والسمية.